الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حلقة دي تفسيرك دماتي أورتا تفسيرك وين وضعنا وجوجين ميمو حلقة دان هلكا كوهيو إيادوك الهرأي مصومري وطئي سببتي إنان إن بدن كدير هدون ددال بدن قليون كبحيو أرض يحيى الله يرى يحيى ودوردنا هردا دكتا أرض إذا تفسير كهدا أنو دميينا كم ده أيها وإنك إسنين تي ختني تفسيرك هبينك أحد وي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذله الله عاوي نبو كل ميي قوبتا خير كبدل روح مؤمن كأه وحو كفرحه وكو اندى الدوك سدو وحاقو قيمة بضن إنو إلهي جوجيه من الكتاب كإلهي اللي كريالي إنو حاضره إلهي دين تيسا من الله كرامينا يولوه قرقاريو إنو نصيبه هلو من الإلهي دين تيسا كوغن تولوه كريالي وحن ربك يقول ما هاد نقيا مسجد الرشيد وقوب إلهي الدين تيسا لغو دريالا وقوب لغو عمري علمي إيا عباده وقوب هداد صلاة صبح صوغشو إيا هداد قلن هرا صوغشو إيا هداد هبين صوغشو إلهي تبارك وتعالى نسيب أسيي إن لغو عمري علمي إيا عباده ووحقي مبضان إلهي توفيق لسان الله هلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إلهي وحوري سبحانه قل بفضل الله وبرحمته وحات كنت إلى النبي محمد إلهي فضل ديس إيا الرحمة ديس تاهك فرحان هو خير مما يجمعون إذا كخير بضن وحي أرور سنيان الدنيا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله إلهي وحن أقول ما هدنا قيا إن قلبي قلي حبك دينت إيا كتابك اللي منذ صغر يران لك صوب الاب إلا ما أنتون عدادين أنشع لهي وقلبي كقبو بيو كل كان أركم الكتابك اللي لقو كريالي إلهي نان ويدي سنيو تاينو يقود له يقونا صوصارو ولا ليال الحمد لله عاو وحي نجوغنا مناسبة هي حفلة قيمة بضن شيء وحو قيمة كهلا هاد بوح الله هي دحدي سيال هل كان أدوني يا أرمك هلا لغو ما هيو لكن دين الله لغو هيا ديقضو قيمة بضن وحقفك قيمة كياشو الدين رأس المال الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران دين توا رأس مالك رسمك رنتا كدك وكتن تنصو إن دينك ضيعنتا وخسارها وين عط يعني شكل هاي وحكست هذا الخسارة ودينك باقي تهي وحبك هام مقنع وديقدي وقيمة بطني wax kasta hadaad hesho oo diini ka maqan tahay waxba ma haysatid khasaara tahay cidla banaan a taagan alxamdulillaahi thumma alxamdulillaahi thumma alxamdulillaah ilaaha raxmaan ka mahad leh goobtaa ina joojiyey wanaaggaa ina tusay
أوديس يفضلي سينوغ سورة قليي. فالحمد لله الذي بنعمته تتم صالحا. إله وحمهات صن وحول أوناجي نعمتي سايكتام نقدان أي صغو وناجو ردان دميسترة. فالحمد لله رب العالمين. ولا ليال قوبتنا ينوشوغن مسجد الرشيد وقوب إلهي كعمر علمي عباده ودورداس كصعوته الشيخ إيد حامود كور بحيي وحيابها النوادرتي عجيب كأه وحويا إلهي هل كان كسور تقليي إلهينا إن كوي ديسان نبي أسماء الحسنى وصفاته العلا إن يسي صغناته وني نغزولي دروس علم جاك لا كسعت قرآن يس النبا إيدنا ونعم ربي ومضن الله إن لقوم هديه إلهينا ويدي سنين وينو دائم يوم آن ونقد دادن برامج تعاوى إن وكل أنصرنا هاي يا خاتمة دي أما جب جب دي ترتن كدورة دا هي تفسير كبل لقو قلاي يا ولا له إن الدعاء دا سمنار كهل كان وقص عدي جب جب دي سيجنانة كيسة صدح ذا الرمادة إسبركنا ووحلق فرحه وإلهي سبحانه وتعالى أين أقوم هذا نقينه الله إنه سورة قلية أين مكنسيي مروا البوحين لنا هاي ما حوق يحيلت لكن وتوفيق يفضل ربي وهلكو دون إلهي أقود ديقه الحمد لله مساجد كادت كيدي سي إيادت كهلكا يسوقو يميد إيواناق هلكا كالسعودة وخير رحمانكو إساقو قدروا إرسلت دونتي وهلكاو قري وانا فضلي وين ومر والبا أن إلهي مهد نقيس أقوع العلين أيوه إنو إلهي نود أيوه أنو نقداد ولا ليال حقيقة وحايتها هي مهد نقى إلهي سبحانه وتعالى أن مهد نقي كذب وحكلون مهد نقي أن كل بي إلا بي وزيرك إن الدين تيا أوقافته شيخ محمد حاجي آذن ويم كواب وزيرك دينته وحلك دينته أبو إنه يا الله كرامي يسوقون وزارة الدين تبي تشوجين وزارة ده كله تشوجة مرنا أني نجم مغنان شري وكم مغضى جوابها خيرك دنيا وكده دالة ما أنت نحلك دين تبا وهي سجن وحلي جزاك الله خيرا حلك هذا السنة ربي جها كوا أسطرو كي دين تا كريالة وحبضنا وقبتنا إلهي سبحانه وتعالى كايلو وعكلون أمها نقيا ولا له إن جديد الدورة ده قعنت كهية وقدومي وهي شيخ إيد حامد أرنتي وناجا أي نكفر حينا أي نكفان أي نين وربكم هذا نينا أنا صدا أصعدين هداني كدم بين لهين فضل جا الله دبدي ضد كلا أمة ملايو يجونا هديها بين بوتاجن يجو در إلهي بوتاجن ونعدنا وحويان أدون كجدون يشيلنا أنكو قادر وحن لي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحن ما هاد نقي الدعاء بيسقط دريا ضد كي إنه سورة قليا دسي ديق دو دي هنتي دو دنا لجرب تاجن خير كالك هاك الصعود مساجد قاسيكو عمري أو هرمود ويهي حاج رشيد إبراهيم عيسى دردر وميدك تيدا فرديا يا ولالي سقيمها بدن قربه ساء أو كم يديها مصطفى إن الله فديا يا ولالها كلبا إيه جنا وحن ليه جودهان ريركاس إلهي سبحانه وتعالى وناك بعد سما يسأله أدون كان رب جيها يدونك إلى ليه آخرنا واحد كفر أحضان إيه الدرجات سر إلهي هيدونك سيو خير كات سبب النقطة إن بدن بانو دعية سببتنا وحوي ما سهلنا قفك مركزك انت عليك دسي تدك هوش انت عليك قبطي ايه هدنا انكر دقاقينه قرب تاغن ايه بلان قادي انت مدحو بسان ليه اما اينا في كجرتو اينا قرب تاغنان ايا وحسك عادي اماها تدك السبب النقضي امد انت عليك انه هلكا كوكولانتو وهدي يهبين بهلكا علمي عبادة بايكو عمرتو وحفظت ولا إلا بكرم ماها. سيدا درتين
أيا تن أدمغلسان ما هي هدي هبين بو والله أنو دعينا يا في الحل والحرب ويا لا يشكر الله ما لا يشكر الناس إلهي مما هديو قف كان ضدك أقوم ما هد نقن وحي قلان أن قرن إنك قرابين وحي إلهي وقلين قرن ماي وانو قرن إنا وانو نك قرابين وانو نوجد عينا وانو نوجهم بلينا وانو نقوم ما هد نقينا إلهي وحن كوي دي سنة يا بأسماء الحسنى وصفاته العلى حاج رشيد يا ولاله يا ريرك أوردن والدي يا ولد با أبدي يا أولادي يا أوربا كل قد بالله كرامي عليس الدنيا يا عذاب آخرة با الله كقبت بادي هنتدو دي مال كودا الله وقو يلاليو حوق قودي وحوله دا الله وقو بركيو آخرة دو دا الله وقو هقاتيو وحيوقو تشعليه نوچنا وقوه الرئيس الله كسيو وحيوقو نعبيه نوناري وقوه الرئيس الله كقنا تشيو إلهي سبحانه وتعالى توفيق دو دا يا ولال نمدودي يا ود سعود كوغا الى هي حوجيو شركه دودي شقوين كودنا الله كو شرفها كو كرامي ولا ليال وحا كلون امه هاد نقيا حول ودينده مساجد خطيبك مساجدك شيخ محمد هيبي امامك معلن انس حول ودينده كله لبد عبد الرحمن مؤذنك يا نظافه دبا رقم مساجدك هدي هبين بقعنت كو هيا يغنا الله الدرجيو dambigoodana allah dhaaf wixii xun baa allah ka xijaabo wixii wanaagsan baa allah waafajiyo adduunkooda iyo aakhiradooda baa allah ku hagaajiyo walaalayaal xaqiiqatan waxa kaloonan ilaabay walaaladeena abdullahi ugu horeeyo ina keenna abdullah ee wax kasto halka laga yiraa duubaya ee u taagan waa shaqo culus oo kalmad daawo halka laga yiraahdo bariga galbeed baa ay gaadhis وحسك إيمانا يا ماه ضد بقى تاجن وهيجن وح عبد الله إيه ولا الذي إيه جن إلهي دم بيجود هداف إلهي أكون درجيو مستقبل كودا الدنيا هي آخرة بقى الله كوا جاتيو وحي حب الله كجح حجاب وحي وأنا أقسم بقى رب جاي هكوا فتيو عد الله عد كالم مبل كله خير كمساجد كاسي وكو عمري وأي علماء إن قيمها بضنة وشيخ إيدي نعمان بقى تلمامي أنا يوه الرجال علمدينا انا وقتي غودي يا علمي غودي قليي خير كا يا علمي غاص ايغانا ربي هاد درجي دمبي غودنا ها ضاف ادونكو يدي اخره دو دبا الله هو اصلاحيو وانا غودن الله كو وافجيو حمان ودن ربي هاد كغه حجاب كلغيم با داير تا قيمها بدن اي رغ يا دمر بله اي هلكا اسو قصدي اني كعبان علمي يا عباده با نول بمراد كيس سنة مقبول معصية له ميك ترى بقى هكسيو حمان وردنا الله كحجابه ونا وردنا ربي هكو وافتيو أدون كني آخر ذي نبأ الله إنه يصلحيو إيمانك يا أمانك إنه كل أن الله إنه قويو خلافاتك إيه خل خلك إيه فتنك الله إنه قفويو وح الله وحيد الكين نقضنا إيه ونا الله إنه وافتيو وح الله وحيد دب إيه ضرر كوه الله إنه حجابه وحي ونا جيس يا خير كيس وضع الله وافتيو wixii xumaan iyo dibin daabiyo iyo dulmi iyo dib la raba allah inaga qabto isaga ugu arkayo awoodna u leh allah inaga qabto wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wala layal intaas hadii aan kaga gudbo allah idin barakeeyo duco wala layal ilahi subhanahu wa ta'ala haydin izeeyo dhamaana si aan horow tilmaamay qof kasta oo kaalin ku leh ku aan iloobay iyo ku aanan iloobinba aad iyo aad baan runtii ugu ducaynayaa qalban wa qaalaban waxa kamida walaalkay Cali gobnimo jazaahullahu khayran oo isaguna runtii labada jeer ee tafsiirka halka ku dhameeyayba majliskiisu waa halka isagii rag badan oo odayaala isagu waliba khayr allah siiyo wixii khayrana gacan buu ku leeyahay kama madna ilaahay dambigiisa dhaaf إلهي وحي دبابها كدورو شقدي سي عمل كيس الله وبركيو وحي وناكسن ودن الله كوافتيو وحي حون ودن الله كغ حجابو إلهي سبحانه وتعالى أبد كيس أوريدي سي أمواشي سب الله ويلاليو وصلى الله وسلم على نبينا محمد ولا ليال قدر كوبن أون ديرين حلقة دي تفسير كا إيه دماتي أورتا
تفسير كاوي إنه وضعنا أو توجين مينه ووعد يبلن عن ربي جل جلي وي أنت النوله إن وضه بإذن الله تبارك وتعالى إلى هنا إنه يقول كلميه السجع وحكلميه أيام ويدي سنة إذن كروا دي قد عين سان إن شاء الله تفسير كاس إنه دم ماضي حقيقة وحن حصية ما لب بدن بان وحكر دقي مساجد بدن بان قعنتك وهايا وحن هر إلهي كم مرخاتك عيا حلقة دان هلكا كوهايو إيادوك الهرأي مصومري واتأي سببتي إنان إن بدن كدير هدون ددال بدن قليون كبحيو وايو أفقوا بشر وبني آدم وحاو أركيو إياد ددال كأرضيدو سامين يرهاد بيكول هذا حلقة يا أبا معلم دي أرضيقو هدو إسكا قف عن شوقين بيها يون دنينين بأ إن ماحدو قد لدو ددالا إن يراتبا لكن كلكم معلم كو أركيو أردي سوتشي ده والددالية وحرف كو يراب قرية معلم كدير رجلين بيوت حلقة ده مسجد الرشيد يا مركي اللي بعد عند مي إن شاء الله تعالى أن نصينا وضدنا بإذن الله وعن كم مرخاتك عيا أرضي ده هلك يقتمد وييل يدل يربى رج يضمر با وضد أن أرنكر وضد كنادر كدفتة إن قفل صوى فتيو أي يرتهي إلهنا سبحانه وتعالى خير مركا وضونا أسباب تيسو سهلة إذا أراد الله شيئا هيئ له الأسباب وحيابها إيه سببي إن إلهنا أغم هدنا قيا وحكم ذا رقا أن أركي هرفا ليا لبط سالان إذن سينيا أمودان إن لغو ضيضوت سالة لغدكت أرض يحيى الله يحيى ودوردنا هرد دكتا أرضي ذا تفسير كهدا أنو دميينا كم ذا أيها وإنكي إسنينتي خطيني تفسيرك هبينكي أحد وإيب يحيى وحي تصي بوك وكو قري فوائد كان كركي يرين شري أوردان تفسيرك كل كان ديقى يوحى عادية إنتانان قد قلين معاني دي تركيبك هرتا مقاسي دي مواضيع دي قود أيان سي قود أدول مرة كدبان هو سقودا دعا تفسيرك يلغبضا مقاسي دي قود سي قضب قضبان وطريا وحي آياتكو عاوكا ورميان كو لبا سدح أفر سي قود بان وطريا كدبان هو سقودا دعا درسي يحيي أحيى الله به الدين إلهك يلكو إلهي سيبتي زدين تكون نولين يكو كريالي وحيط سيهبينك أحدي ودرسي قدن بيه كي كهرية سنين توين ختم دونا وواكي درسي قها من قريش إلى برب الناس هبينك أحدينا وحكوكو وي سورة الفيل هبينك يحيى وحيط سيبوك وكسو قري مقاسي دي مواضيع دي أندوشك شيكي شري من الفاتحة إلى سورة الفيل هل بوغو كل مي وأنا عشر كم أغني فاتحة دي بقرة لغا سوى بلابو إلى سورة الفيل وأنه هبين كأحد مرني مواضيع دي مقاسد دي أو كسوطة حي وعشر والبا بوغي سي هل كي سي قارك هيدا كو قريدو كي يألو هبين كي كحيقين أو كختمي وحوتو سالو يهي أردي دادالي oo macallinka afkiisa waxa ka soo baxay qalin iyo buug istul haysta ardayga dadaala ma aha uu ka dhagihiisa maalaya ee kitaabka uu ku jeeda waa ninka dhagihiisa iyo indhihiisa iyo kitaabka iyo qalinkiisa iyo warqadiisa istul saaran yihiin ee wixii inta ka baxsan qoran kara si uu hadhowna dadka ugu faa'iideeyo horana waan u sheegay haddana waan sheegaya waana ardaydeenu insha Allah karaameyn doona xaflada tafsiirka ee dambe لكن waxaan leeyahay arday ku dayday yahay oo waxa la idin dhigayay la idin sheegayo lagu soo tabcayo qora al ilmu sayd wal kitabatu qayduhu qayd siyudaka bil hibal al wasiqa fa min al hamaqati an tasid ghazalatan wa tafukaha bayna al khalaiq taliqa ilmi huwa ugaad wa sayd kul hadu ugaad yahay de ugaadada dabar oo xadig ada ku xid kal ilmu sayd والكتابة قيده علم هو وحلا وقارسنا يو قرالك نوى الدبر كيس سقا كو حرية كو قيدية قرالك أغادة
كاسي وا تصالها قرالك إيه الددالك تصالها حضورك إيه جوجتينت وحا تصالة أقوى أرضيك فرحان إيه أرضيك مبارك أحمد سلطان بحكم دي ما ملياش معدك ابن باس وأرضي دي حلقة تفسير كان دم بين الأرض ما يسكيورن اللي تشوفي أرضي دا سنة تسالة وحيوهين فرحان هل هبين سوغون مغنام بان تفسير كختمي سو عشر إيه تسالة مدن إلا قد إذا ما مباركنا هل هبين وأحدا وقف أهل كأقلين دق دق اللي قو سمين يو نقسو قاري واي هل كهبين بو مغنام فرحان هبين نما شرين وتسالة رق بدن باللمدة وإنتان أغهي إن بدنو كلا نواجرتا تسالة يا شنو عاس إيه حضور كي يتشوكت إنتا إيه قرال كي يتقييد كا وحويا معلن كان راد بي كليهين أرضي كان راد بي كليهين دتك كلا نواهين يكو ضيدا مركوا وحيابها حلقة عجائب كي يقصوا مري وحن كمدا ويفربدين تاسواتي دحل سيسي dadaalka iyo joogteynta iyo inaan aad iyo aad waliba ugu faraxsanaado si wadideeda walaalayaal inta waxaan raacinaya oo bulshooyinka guud ahaan aan ku baraarujinaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ino soo diray khayra nabiyyin ursil nabiga ugu khayrka badan rasuul la soo diro waa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilaahay wuxuu ino soo dajiyay khayra kitabin unzil وقرآن كان نبي محمد لغو سودكي وكتابك اوغو قيمة بدنا كتب تسماوية إلهي وحيو نغاية يلي خير أمة أخرجت للناس أمدتك الله سو سارتي اوغو مدنايد اوغو خيرك بدنايد انتاسو خيرية وحينو وحويان مرهيدا كو قرانينا اوغوشيدا كو قارينا فرينتا اللي نو سو دراي يا كتابك اللي نو سو دكي إنو فهمنو معاني ديس وهي إمامك مفسرين ابن جرير الطبري أيها وحل قوريين ويري عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعلم تأويله كيف يتلذذ بقراءته وحان لي أبي بويري ننك قرآن كي أخرين أيها أي تفسير كي سيان قريني سيدو أخرين تي سأم عن سنكرا أما أدوحي كرا أودن رمين كرا وناقي قرآنك وحان كسو كوبي أنو دردارا كي عاوه وأن كسو خلاصين أيها أمدينا خير كبداً مضحية مجابا هدين دورنا خيرية داس إنا إنو حوية أنقوشي دي وناقيدة أي نمو تيسنو إنو إهلو نقنو كتاب كي لينو قسو دي جيوا إنو فهمنو فهم كي سنوا تفسيرك ما أنت تفسيرك قرآن كريم كأه ميل والبوا الله قرد غيا داد فربادن واكا قتنيه iyagoo kuwa ugu baahi badan oo kan maarmin ayay ka baxayaan waxa laga yaabaa wax badan isagoon soo qaban magrib iyo cisho dhexdooda aadankiina uu ku baxayaa aadankiina waa ku soo noqonaya marka khulaasadu waxa ay tahay si khayriyada aynu u helo tafsiirka quraanka aynu ku dadaalo oo maanta cilmigay meel walba uu ka muuqday aynu ka faraqabsano oo aynu ku dadaalo markaas ayaa quraankii iyo barakadiisii iyo asraartiisii intayna hoos ugu dhaadhacno inu dhandhamino kor iyo kalba wayna dhameynaya ifi aakhirina aynu ku badbaadayna inaynu sii dhigno waxyaabaha tusaalayaasha casharkan ku saabsan laba tusaale oo kalaan raacinaya labada tusaale waxay horta kol hadduu qofku wax baranayo waa in hadafkiisa guudna uu noqdo inuu waxna sii baruu sii gudbiyo تفسيرك ايغا برانيسان هدايدان انت فهمتان سي غودبن او لا فريستان ما حد كفايدين وحان كو فرحسنه ميري هي مساجد كان رشيد كسو غاي اي رغي ان وحو دغاي ان بدن او كميدي مانتا اني سي دغا رغي دوركي هوري ان اجازي وا كميدا قدوميها غديدا دوره شيخ عيد حامد هو هي مساجد كا حاجي محمد عبد الله علم محمد عبد الله يدسن الى اسكو دو تفسيركو كدغا وا تصالح شيخ محي الدين او انه خريرينيا ساجد علم عمر مدوبي كالينتا بقول جيره و هيو تفسيركو كدغا وا تصالح لبدوبا وحلقه ديني مسجد الرشيد جزاهم الله خيرا
waxaan labadaa tusaale u xusay in inta kalena ku daydaan oo ruuxu yoolka uu hiigsanayo iyo hammiga uu hiigsanayaa uu noqdo halkan waxaad ka xambaarto ha la fadhiisane dadka uga faa'iidee kolkaasaa cilmigaagu barakoobaya dadkana wax taraya marka waxaad faa'iiday dadkana aad u sii faa'iidayso waxaa kaloo halkan laygu soo qoray laba arday oo iyaga laftoodu dee arrinkoodu cajaa'ibu yahay midi dowrada ayuu dhigtaa midna tafsiirka ayuu dhigtaa mid waxa la yidhi uu indhalaa yahay oo waa loo qoraa midna wuu gacmalaa yahay midna wuu gacmaha ayuu laa yahay mid wuu gacmalaa yahay oo waa loo qoraa midna waa indhalaa yahay markaa qoraal baa ku yaalla waxaa laga yaabay in looga jeedo dee waa loo akhriyaa ka gacmaha lana waa loo qoraa marka waxay tilmaamayaan uun qofka ii soo qoray khayr allaha siiye dee labadaa ardayba nicmooyinkaynu maanta ku raaxaysanana wax ka midii iyagoy ka maqan yihiin xaggii indhaha iyo gacmaha ayaa haddana tafsiirkii iyo dowradiiba ay dhiganayaan iyaduna dee waa tusaale ku deesho mudanoo haddii alle lixda lixaad kuu dhammaystiroon waxba kaa dhinnayn ilaahay mahadnaqaad u jeedinaysa waxa ka mid a inaad ku camirto cibaado iyo cilmi hadalku wuu ila taraaray waana qofku dee hadduu qiiroodo hadalku meel walba wuu la galaa iga raalli ahaada ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaati alculaa kulligeenba khaatimadeenna ilaahay khayr ay noogu khatimo muraadadeennana rabbi ha inoo wada sahlo ciddii aan iloobay iyo ciddii aan xusayba cid walba ilaahi subxaanahu wa tacaala adduunkana ha darajeeyo aakhirana meel wanaagsan alla ha geeyo wa sala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamed wa cala alihi wa saxbihi wasalam alxamdu lilahi awalan wa aakhira